أهلا من جديد. استنجد مواطنون في محافظة الطائف برنامج يا هلا إيصال صوته بالجهات المعنية بشأن القضيات المتعلقة بأحد المخططات السكرية والتي وصفوها بالقديمة والمعقدة بعد أن جرى الاعتداء عليها على حد تعبيرهم، الأمر الذي دعاهم إلى نصب خيامهم في ذلك المخطط منذ عدة أيام لحين حسم قضيته. فما هي قصة هذه المخيمات وهذا الاحتجاج وقصة هذه المخططات، ومن الذي اعتدى ومن المعتدى عليه، وكيف تعاملت الجهات الأمنية مع هذا الملف؟ حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف مباشرة المتحدث باسم أفراد قبيلة قريش الأستاذ إبراهيم القرشي. أستاذ إبراهيم هلا وسهلا فيك، ما هي قصة هذا المخطط المتنازع عليه، وما هي مبررات نصبكم للخيام في هذا المخطط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل البدء أخي أود أن أعدل معلومة مهمة جدا، ألا وهي أنه أنا المتحدث الرسمي باسم ناصفو الخيام من أفراد قبيلة قريش. ناصفو الخيام، نعم نعم. أخي الكريم، أولا أقدم جزيل الشكر والعرفان لقناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة لنا لإيصال صوتنا للمسؤول الذي حجبنا عنه بسبب المتنفذين ولتوضيح قضيتنا العاجلة. أولا إيضاح هذه القضية هو حماية لحقوقنا نحن، وثانيا لحماية حقوق المواطن الذي يخدع وتباع له أراض هي خارج مسميات التي تم الاستيلاء عليها بصف سابق، أخرج هذا الصف بطريقة غير نظامية مخالفا لأنظمة الدولة مخالفا للناحية الشرعية. هذا واحد. لا بس خلينا في الواحد، كيف صار هذا الشيء؟ استخرج هذا الصف بناء على تنازل من اثنين من أفراد قبيلة قريش بدعوى أنه شيخ قبيلة وأن شيخ القبيلة يمثل أفرادها، وهذا شيء لا يرضاه الشرع أن يكون فردا يتحكم فيه. طيب أنتوا عندكم كأفراد قبيلة صك على هذا المخطط، عندكم حجة استحكام تاريخها أقدم من تاريخ الصك الجديد؟ بل يا أخي هذه الأرض عليها صكوك وعليها حجاج وعليها يعني من الوثائق ما الله به عليم. لو نظرت إلى الصك الذي استصدر من قبلهم لوجدت أنه بني على ما لدينا نحن من صكوك، بني على صك برقم 22/1 عام 1380 هجرية. هذا الصك هو صك لنا نحن، قد أثبتهم في هذه المنطقة وللأسف. وحينما ذهبنا به إلى الجهات الرسمية قالوا هذا الصك لا يثبتكم، وعجبا أن يثبت الصك فئة وينفي فئة أخرى، أي عدل هذا؟ طيب من الذي اعتدى على أراضيكم؟ ها؟ من الذي اعتدى على هذه الأراضي؟ الذي اعتدى على هذه الأراضي في البداية كان رجل يدعى هيف بن عبود القحطاني وكيلا لسمو الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، ادعى أنه اشترى هذه الأرض من هذا الشيخ، وهذه لها إثباتات ودلائل أخرى قد استسلمها لها. إيه بس خلني أقول لك شغلة يا إبراهيم، اليوم سواء هيف ولا غير هيف اشتروا من الشيخ، وذول الناس ما لهم ذنب إذا كان شيخكم هو اللي غرر فيكم. نعم، يعني أنت قضيتكم مع شيخكم، أنت حط نفسك في مكان رجال الأعمال اللي اشتروا، أيضا نعم. هم مغرر فيهم صح ولا لا؟ يعني قضيتكم مع شيخكم أنتوا الآن. بارك الله فيك، سؤال جيد وإجابة جيدة من قبلك. الشيخ هذا يمثل قبيلة واحدة، بينما هناك 11 شيخا يمثلون 11 قبيلة في هذه المنطقة لهم فيها ما لهذا الشيخ، فكيف قبل منه ذلك ولم يقبل من الآخرين بل تركوا؟ طيب إبراهيم، الآن إيش آخر التطورات في القضية؟ إيش الجهات اللي اشتكيتوا عليها أنتم؟ يا الله أكبر، لم نترك بابا إلا وطرقناه ولله الحمد والمنة. استصدرنا ولله الحمد والمنة العديد من الأوامر من صاحب السمو الملكي الأمير
الكاتب خالد الفيصل بن عبد العزيز، والبقية الآن أمامي ومكتوب فيها يقول فيه أن يقرروا أن سبب تذمرهم مشايخ قبيلته وكلائهم يوم السبت 7/4/1432 قرروا أن سبب تذمرهم هو تأخر مالك المخطط في صرف ما تم الصلح به بينهم بموجب الطاق رقم 190/17 في 11/7/1426 ورغبنا. هذا كلام سمو الأمير خالد الفيصل، إلزام يوسف المذكور بإنفاذ الصك الشرعي. هذه واحدة من الأوامر. لا بس أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لحظة، أنت في القرار اللي ذكرت تحدث عن نواحي مالية، فرق مالي يرضيكم أنت المحتجين صح؟ هذا فرق مالي. نحن أمرنا في محورين، المحور الأول محور مادي رقمي، والمحور الثاني أنه تم الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأرض خارج عن المسميات التي تنازل عنها الشيخ الذي تكلمنا عنه سابقا، تنازل عن 4 مسميات للأمير بندر بن عبد العزيز، ثم تم الاستيلاء على مساحات تساوي هذه المسميات الأربعة. نعم، طيب أنتم المبالغ اللي ممكن ترضيكم أنتم المحتجين اتفقتوا عليها أو لا؟ هذه فيها أيها الفاضل فك شرعي، بأن قبيلة قريش في صلح أبرم مع العطير من قبل مشايخ قبيلة قريش ووكيلهم السابق، بأن قبيلة قريش لها 20% من كامل الأرض أصلا وربحا. تقدم يوسف العطير بأنه اشترى الأرض من سمو الأمير بندر ب850 مليون، فيصبح 20% منها لقبيلة قريش 170 مليون. ثم يا أخي الفاضل أنا أترك لك أن تحسب 20% من الربح. طيب كم تكون أيها الفاضل؟ لا بنحسبها، ما عليك، يعني أنتم مستفيدين من أن تحسبوها أكثر. بس خلني أقول لك شغلة، الحين إبراهيم الآن العطير شرى من الأمير بندر ووكيله صح؟ نعم. إذا قضيتكم أنت الآن صارت شيخكم والعطير. إذا أنتوا الحل الأخير اللي تبغون 20% من عند العطير. واحد. أي الثانية. 20% من الأصل ومن الربح. أوكي، يعني أنت تتكلم عن ما يقارب 180 مليون يمكن مبدئيا، وش في ثاني غيرها؟ أيضا 20% ربحها. وهذا الربح تأخرت عنده لمدة 6 سنوات احتجز هذه الأموال. طيب العطير رافض هذا الحل؟ ها؟ العطير رافض هذا الحل؟ نعم، والتف عليه وراح مع الوكيل السابق وأبرموا اتفاقا جديدا لم نعلم به إلا مؤخرا، لكن القاضي الطويل نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء حينما أبرم بينهم الصلح ألزمهم به، وقال أن هذا الصلح لا يسري إلا على من وقع عليه وعلى باقي أفراد قبيلة قريش أن يتقدموا ويطالبوا بحقوقهم. وأنوه على هذا 3 مرات أن هذا الصلح لا يسري إلا على من وقع عليه. طيب. فهم الذين وقعوا عليه كلهم 10 أنفار بيوسف العطير. طيب. يعني باختصار من وراء الطاولة التفوا واتفقوا وتركوا 10,000 فرد. طيب أستاذ إبراهيم، إحنا في آخر شيء حاولنا أنه نشوف المشكلة وين، حددنا إحنا شيخكم والعطير وأنتو اليوم إحنا معكم في ذا القضية، وقت ما تبون نكملها ونشوف آخر التطورات فيها المنبر مفتوح لكم. أيضا في نفس الوقت أي أحد ورد اسمه في هذا البرنامج خلال هذا النقاش له حق الرد، أيضا الجهات الرسمية المعنية في هذا الملف لها حق الرد والإيضاح أي وقت تشاء عبر أرقامنا وإيميلاتنا وتويتر والفيسبوك ويوتيوب، أي وقت. وأيضا إحنا ترى ما خلينا، يعني حاولنا أنه أيضا نمثل كل الآراء، فهذا حق مهني لكم أي وقت تبغون تردون. شكرا لك إبراهيم القرشي، نتابع إن شاء الله معك لاحقا ماذا سيتم في هذا الملف. فاصل ونعود لكم بعد قليل.